من هنا تبدأ فصول هذه الرواية. الأستاذ حمد البلوشي يمارس مهنة التدريس في المدرسة منذ حوالي 34 عاما، وهو ينتقل بين طلابه في مدارس محافظة البريمي. الأستاذ حمد وغيره من المعلمين والمعلمات الذين ما فتئوا يقدمون رسالة العلم والمعرفة كغيرهم من المعلمين في مختلف محافظات السلطنة. أنا من المعلمين القدامى تعيين 1981، يعني صار لي الحين 34 سنة. فكر في تكريم، يعني جزاهم الله خير. التعليم الحمد لله تطور من سنة 81 حتى الآن. يعني الطلاب كان أول في خيام، في عرسان، في يعني المعلمين العمانيين كله. التعليم الحمد لله تطور من ناحية الكتب، من ناحية المناهج، من ناحية المختبرات. الحمد لله أحسن من أول التعليم. إنها مهنة التدريس وما يقوم به المعلم من جهد وعمل ومثابرة في تدريس هؤلاء الطلاب. أهميته بالنسبة لنا كمكرمين بأنها توجه لنا رسالة تربوية، مفادها بأن لكل مجتهد نصيب، وأن هذه الرسالة يجب عليكم أن تجدوا وتعملوا في كل في مجال عمله، ولكل مجتهد نصيب، والإبداع له درجات وتميزات تقدر من قبل التربويين والقائمين على هذا الحقل التربوي. هناك قفزة نوعية في مجال التربية والتعليم من خلال الدراسات التي أجريت. بالنسبة لي طفرة نوعية في بالنسبة لتقديم الخدمات المتميزة، بالنسبة لكيفية تعيين أو عدد التعيينين سواء عدة تخصصات تربوية، أيضا في جودة التعليم، في تطوير المناهج التعليمية، في تطوير المناهج التي تخرج خارج الغرفة الصفية، في الأنشطة ودورها في مجال المناهج التعليمية. جاء هذا اليوم ليكرم في هذا الحفل البهيج، في هذه الأجواء التربوية المفعمة بروح العمل والنشاط والفرحة بين الطلاب والمعلمين في محافظة البريمي. تحتفل الأسرة التربوية بتكريم كل من ساهم في حمل رسالة العلم والمعرفة في هذه المحافظة. بالتأكيد لكل مجتهد نصيب. محافظة البريمي إحدى المحافظات في السلطنة، إحدى المحافظات التعليمية، فهي يعني الكل خلال هذه الأيام الاحتفاء بيوم المعلم، فنقول لكل معلم محتفى به ومكرم نبارك له وبالتوفيق إن شاء الله في الأيام القادمة. وبالنسبة للأخوة والأخوات الذين لم يحالفهم الحظ في هذا العام، أن إن شاء الله يتم تكريمهم خلال السنوات القادمة. ومع هذه الفرحة العامرة بهذا اليوم الجميل، نبارك لكل من بذل وأعطى فاستحق هذا التكريم.